Crucified.
وجودك وعبادتك هذا اليوم هي فرح للرب، لأنه مكتوب الرب يفرح عندما يرى نسل تطول أيامه. مسرة الرب في يدك، الرب يفرح فيك وانت بالمكان بتسبح الرب. لو فرحان الآن والرب يطلع صوته في المكان راح يقول لك الرب أنا مسرور أنك جاي تعبدني. أنا عارف عندك ظروف، عندك التزامات، عندك وجع، يمكن عندك مشكلة بصحتك، لكن جاي تعبدني. أنا مسرور، أنا فرحان فيك، أنا بدي أعطيك بركة هذه اليوم. لو أنت فعلاً جاي توقف على أمام الرب، أقول لك في إيش لازم تعمله. شوف كلمات الكتاب المقدس بيقول من يصعد إلى جبل الرب. بدك تتقابل معه، تحتاج تصعد إلى مكان عالي، إلى مستوى روحي عالي. لما تصعد فوق جبل الرب تتقابل مع الرب. لما تترك الوادي، لما تترك ضعفاتك، لما تترك سقطاتك، لما تنسى أنك خاطئ، لما تنسى انك انسان مهزوم في معاركك، وتقول انا بدي اصعد الى جبل الرب، بدي اوقف امامه على الجبل. ايليا وقف على الجبل، فشو راى؟ راى سحابه على قد كف يعني. هذه السحابه قال له الشخص اللي معه، قال له انتبه بعد شوي في مطر. بدت السحابه تكبر 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 الى ان غطت الجبل. ولما غطت الجبل المطر كان بينزل، حتى الناس كانت بتجري تهرب من المطر. كم واحد مستعد اليوم يقول للرب انا بدي اشوف سحابه، هذه السحابه تكبر على حياتي، واشوف مطر، وهذا المطر يخليني من فوق الى راسي كل جسدي يكون في ماء مقدس هذا اليوم على حياتي. امين. شدوا يا اولاد الجو، افرحوا بالرب. لو انت تعبان اقعد، لو انت بدك تسجد اسجد، خد حريتك. هاي حضور الرب هناك حريه. هللويا. Oh,
مبارك اسمك.
ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميلوا أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأبقى لكم عهدا أبديا، مراحم داود الصادقة. وانت بتسمع وانت جاي في احتياج معين، رب يبدي يعطي، يشبع 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 قلبك. وانت بتصلي، وانت واقف قدامه بتقوله، مجرد انك صلي، مجرد انه أبان الذي، مجرد تقول كلمات انت تعرفها عن الرب صحيحة، تبتدي تشبع، تبتدي نفسك ترتوي، تبتدي روحك تتلامس مع العرش، قلبك يتغير. كل اللي انت جاي بتفكر فيه من احتياج لك، جوع عطش احتياجات الناس، تجي امام الرب تشبع شبع. هللويا هللويا مجدنا للرب. مفيش غيرك يشرح نفوس عاشت جعانة ويفكر من الصخرة مية القلوب عطشانة. You're my.
واليوم وبكرة. هو الوحيد اللي يعطي وعد وما ينفذ. كم واحد وعدك وأخذ الوعد معك. هو الوحيد اللي لا يتغير. هو الوحيد اللي يقدر يحكم فيك بهذه الليلة. أي واحد ممكن يصلي معك، أي واحد ممكن يأخذ اسمك، لكن هو الوحيد لما يأخذ اسمك ما بينسى اسمك. هو الوحيد اللي بيهتم، هو الوحيد اللي بيحافظ، هو الوحيد اللي لا يخلي كلماته أبدا، لا يكسر كلماته أبدا. هو الوحيد اللي يقدر يرحم ضعفك، هو الوحيد اللي يقدر يمسك ضعفاتك ويقول لك أنا برحمك. زي المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، الكل كان بيرجمها، الكل كان بيقول من بعيد بدنا نضرب أول حجر، بدنا نأذي، هذه مرأة خاطئة، هذه مرأة زانية. رب قال كلمة مهمة جدا، قال بدي أكسر القانون. القانون تضرب، قانون ترجى، القانون تقتل، لكن الرحمة تقول ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تفعلي ذلك. هذا اليوم لو أنا داخل بهذا الروح، الكل بيوجه كلمات دينونة، الكل بيتكلم عني، الكل واقف ضدي، الكل بيقول هذا خاطئ، هذا بعيد، هذا ما بيستحق يكون في الكنيسة، هذا ما بيستحق تدخل إلى هذا المكان. الرب يقول كلمة أخرى، الرب يقول لك أنا برحب، أنا منتظرك، أنا بدي أعطرك، أنا بدي أعصرك، بدي أمسكك. شوفوا هذه الكلمات، قول إنه من إحسانات الرب، من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، رحمته لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمام ذلك. تعرف شو ردوا الناس على الرب في هذا المقطع اللي سمعوا الكلمات من الرب؟ نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بالسكوت خلاصه. أمين. أمين.
لما ترفع ايدك هذه الايد اللي انت بترفعها فيها خاتم، مش خاتم الزواج، في خاتم ملوكي. عارفين الابن لما رجع شو عمل ابوه؟ لبسه خاتم. وهذا الخاتم خاتم ملوكي، يعني شو خاتم ملوكي؟ يعني على صورة الملك وعليه ختم الملك. فلما ترفع ايدك هذا الخاتم يلمع امام الرب، فالرب يشوفك من فوق يقول هذا ابني جوا رافع ايده. امين؟ مش معي هاي الترنيمة؟ بس نرفع ايدنا حتى لو انت قاعد، ما عندي مشكلة، قاعد ان شاء الله تنام بالارض، ما عندي مشكلة، بس ارفع ايدك للرب. لما توقف قدامه بده يشوف ايدك، بده يشوف الخاتم، هذا الخاتم اللي في ايدك هو خاتم ملوكي. لما تختم فيه امور في السماويات تنحل. لما تعلن اعلانات نبويه هذا الخاتم يتكلم، وهذا اللي عم يحكي على الارض هذا ابني وهذا ملك وهذا خاتم في ايده، عم يوضع على الخاتم. فكل موضوع انه بتختمه بالروح القدس تاخذه، لانه السماويات مفتوحه امامك وانت امامك. انت بتصلي بالبيت ما بترفع ايدك؟ كم واحد يرفع ايده بالبيت ويتعارك مع الرب؟ يا رب يا رب، بدك تمسك بالرب انت قدام المرايه، صح؟ اليوم لا توقف قدام المرايه، توقف قدام الرب وارفع ايدك. هذا قبل الترنيمه الاخيره، ونصلي ونسمع كلمه الرب. امين؟ امين. امين. هللويا.